هذا المتتبعي قناة إش كي معنا بوخطرة حسن، غنتكلموا حول العراقيل اللي كتلقى الجالية المغربية مقيمة بالخارج حول المشاكل في سؤون الاستثمار. الله تعالى وبركاته. المشكل ديال الاستثمار اللي سواء المستثمرين المغاربه اللي داخل المغرب او خارج المغرب، نتكلموا بعدا على المستثمرين داخل المغرب، لكن العرق اللي تلقاو هو من كيبدا من الرخصه حتى باش يفتح المشروع ديالو. باش غادي ياخذ الرخصه راه كتعرف واحد المشكل ديال باش غادي ياخذ الرخصه خصو بزاف ديال مجموعه ديال الاوراق اللي خصو يجمعها. وملي كيجمع داك الاوراق ملي داخلها فيها البوبيه البلديه كاع المجموعه ديال هاد الناس اللي مكلفين بهاد الاوتوريزاسيون، كيجيو كيلقاو عند المحل ما خاصها حتى شي حاجه، كلشي مزيان غير ريسبكت لي نورم اكسيتيرا. مي مالوغوزمون بصراحه نهضرو انا كمغربي كنت انا كنحماق على بلادي، ولكن كاين شي مسائل اللي خصنا نهضرو فيها. هو انك تلقى بصراحه عراقيل ديال خصك تعطي الرشوه، ما عطيتيش الرشوه للطريق، وهذا هو المشكل اللي ما تيخليش واحد ما كيخليش المغربي يزيد يتطور. الحمد لله المغرب راه غادي في واحد التطور هائل، وراه كنشوفوا ماشي غير حنا اللي كنهضروا عليه كمغرب، العالم كامل تيهضر على التطور، لان المغرب دار لهم بحال شي دار بحال واحد البركان انفجر في دقه واحده، ما فهموش كيفاش ولات واحد ديفلوبمون في الثوره الصناعيه كاين في جميع المجالات، في الطرق، في جميع المجالات. حنا كمغاربه خصنا نعاونوا، وخصها تكون واحد المشاركه فعاله ديال جميع الفعاليات باش نزيدوا نهضوا بهذه البلاد، لان غدا الحمد لله غدا واحد الوتيره زعما قويه في الديفلوبمون ديال لو بيي، والمغرب غادي بواحد الوتيره قويه في جميع المجالات، على الطرق، على السكك الحديديه، على البراجات، على في جميع الميادين غادي، ولله الحمد. واحد المجموعه بزاف ديال الدول دابا اللي موجهه النظر ديالها الى المغرب، وكاين اللي كيوجه كاين الدول اللي موجهه الاتجاه ديالها جهه المغرب في شي مسائل اللي خير البلد ديالنا، وكاين بعض الدول اللي بصراحه كنهضروا عليها، بعض الدول اللي حاسداك، بعض الدول كما كنهضروا على جارة السعود، لان هي اللي دايره هذه العرقله في المغرب العربي. المغرب بصراحه نهضروا على المغرب ماشي كمغربي كنهضر عليه، ولكن المغرب هو القوه فعلا الضاربه في افريقيا وليس في الجزائر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه اش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور واب ستور.